السحر في العرف قسمان: القسم الأول سحر حقيقي يؤثر في الأبدان إما بالموت وإما بتخبيل عقله وإما بالتأثير في بدنه بالمرض والآفات، هذا سحر حقيقي وهذا أعظم أنواع السحر. النوع الثاني سحر تخييلي وهو القمرة الذي يخيل إلى الناس الأشياء على غير حقيقتها، يخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره أو أنه يطعن نفسه بالحديد أو يطعن عينه أو أنه يأكل الجمر، هذا سحر تخييلي يخيل إلى الناس الشيء الذي لا حقيقة له، وهذا مثل سحر قوم فرعون مع موسى، ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق والحيل، خيلوا، قال جل وعلا يخيل إليه أي إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه وهي لا تسعى، لكن جعلوا عليها أشياء تظهرها بمظهر غير الحقيقة. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين، ما قال سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس، هذا السحر التخييلي على العيون فقط، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر تخييلي. والسحر بنوعيه حقيقي والتخييلي كفر بالله، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفر. وقال عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه مواضع من الآية تدل على كفر الساحر. نعم.